ولقاءات خاوية كما كنقولوا، أما اللقاءات بحال هذه اللي خصها تستثمر في هذه المدينة ويعرفوها الناس ديال البلاد، وحنا يعني المؤهلات اللي كان الأستاذ السلوي مهمة في المنطقة ديال العريش وما كنستفدوش منها. فاليان الأطر العليا اللي كتهدم بهذا المجال هذا، أنا عندنا واحد إنسان اللي مهتم بالبيئة هو الدكتور سينان، اللي كيعطي واحد الأندية كبيرة في هذه المدينة هذه على هاد القضية ديال البيئة. أما الجهات الأخرى ما كتهتمش بهذه المسائل النهائية، وباش نعطيو هذا الملتقى واحد القوة خصنا نخرجوا لعند الناس. يعني مثلا غير هذه القضية ديال كنا كنعرفوا الناس العريش مثلا واحد بسيط، يعني الناس النساء ديال المنطقة كان كيجيو بور خضرة ايكولوجية يعني بيو، اليوم لا ولاو تا هما كيجيو كيديو الأدوية وكيديو لي زونكغي وهداك الشيء باش كيخدمو بها باش ينتجو. يعني سؤال كيفاش شنو هو كيفاش غنستثمروا هاد المؤهلات وشكون المسؤول عليها؟ شكرا